ambasadori, i narodni poslanici, preosvećeni arhijereji, časni sveštenici, monasi i monahinje, i narode Antiohijske svete pravoslavne crkve. Al-Masih Kam. صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك مدينة الله أنطاكيا العظمى وسوريا والعربية وكليكيا وبلاد الكرجية وبين النهرين وسائر المشرق أخانا الحبيب بالرب وشريك دعاتنا في الخدمة أصحاب القداسة والغبطة البطاركة رؤساء الكنائس الشقيقة الجزيلية لاحترام أصحاب السيادة والسعادة النواب والوزراء والسفراء المحترمين أصحاب السيادة المطارنة ورؤساء الكهنة قدس الآباء الأجلاء الرهبان والراهبات السادة الرسميين أبناء كنيسة أنطاكيا وشعبها المؤمن المسيح قام نشكركم على كلماتكم الطيبة لشخصنا وللسادة المطارنة والوفد المرافق لنا يدهشنا هذا الاستقبال الملوكي المهيب على هذه الأرض أرض أنطاكيا المباركة وفي هذه المدينة المقدسة بشكل خاص ما نشعر به جميعنا هو أننا أتينا إلى إخوة لنا في كنيسة رسولية عريقة كنيسة أنطاكيا العظمى الكنيسة التي تلقف فيها القديسان الرسولان بطرس وبولس كلمات الرب يسوع وتباركا بها مع انتقال الرسل من أورشليم إلى أنطاكيا انتقلت الاضطهادات أيضا إلى مدينة أنطاكيا العظمى التي أصبحت مركزا لنشر الكلمة الإلهية في أنحاء الإمبراطورية الرومانية وصولا إلى روما والعالم أجمع بفعل قوة تعليم الرسل القديسين وهنا وعلى أبواب هذه المدينة العظيمة مدينة دمشق استنار شاول المضطهد بنور المسيح فتحول من شاول الأعمى إلى بولس المستنير واستحق أن يكون هامة للرسل الأطهار فرحتنا كبيرة بهذه الزيارة المباركة وإننا نشكر الرب حق الشكر لأننا نزور اليوم ونرى عن كثب كنيسة أنطاكيا المتجذرة في التاريخ هذه الكنيسة رغم عتاقتها وقدمها تبقى جديدة متجددة بنعمة الرب وروحه القدوس وإذ نعلم أن كنيسة أنطاكيا هي كنيسة القديسين والأماكن المقدسة إلا أننا نأسف أن هذه الأماكن التي دمرت على مر التاريخ لم تسلم الآن أيضا من الأحداث الأخيرة التي عصفت بها فدمرت الحجر ومست كرامة البشر صاحب الغبطة تعلمون جيدا أن ما جلبت الحرب من مآس هنا عاشتها بلادنا وكنيستنا وشعبنا أيضا فقد تعرضنا لحوادث مماثلة في أواخر القرن الماضي وما زلنا نعاني من آثارها حتى أيامنا هذه أيها الأحباء الآلام هي صليب جهاد يقول أحد آباء كنيستنا الصربية نشكر الرب الذي أعطانا صليب الآلام ولكننا نصلي أيضا أن يعطينا القوة الروحية لكي نحتمل وزرها كما احتمل هو الصليب أيضا Ваше блаженство Церкви благочестивом и страданом народу вашем молитвено желим полноћу благодати Божије у ношењу крста Христовог i svog, i da u ovoj svetoj zemlji zavlada Hristov mir, ljubav i sloga među narodima.
rođena mnogaja i blagoslovena djeta. Sahib al-Ghibta, إننا نحملكم دوما في صلواتنا مع كنيستكم وشعبكم الطيب المتألم. نطلب من الرب يسوع المسيح أن ينعم عليكم بنعمه الغزيرة ويعطيكم القوة لحمل الصليب، ونسأله أن يمن على هذه الأرض المقدسة بالسلام وبالمحبة ودوام التعايش بين أبنائها وإلى سنين عديدة ومباركة. إذا بتسمحوا يا أحبه لح يتوجهوا البطركين مع سيدنا أفرام وسيدنا يوسف العبسي للصالون، وناخذ بركة سيدنا هونيك ونسلم عليه.